صباح الخير يا حلوين ويا أهلا وسهلا فيكم في اليوم الثامن من رمضان. طبعا اليوم صحيت وأنا ماني عارفة إيش حسوي فطور، فقلت الحين بشوف إيش عندي في الثلاجة وفي الفريزر والأشياء اللي زي كده وأبدأ أطبخ على أساسها. بسم الله. بعد ما يئست قررت إنه أطلع الكتب اللي عندي بشوف إيش في أفكار لأكلات مختلفة غير عن الشربة والسمبوسة، لأنه عارفين خلاص مخي كله شربة سمبوسة شربة سمبوسة شربة سمبوسة، خلاص ما عاد بسمع سيرة السمبوسة، فقلت بغير شوية، خلاص ما بسوي اليوم صراحة شربة وسمبوسة، ممكن أسوي شربة بس شربة مختلفة لأنه بابا زوجي ما يقدر يأكل إلا شربة، فممكن أسوي مثلا شربة عدس، لأن دوبي شفت هنا كلمة عدس غشيتها منها. المهم ممكن اسوي شربة عدس، ممكن اسوي شربة دجاج بالذرة، اي نوع شربة مختلف عن الشرب العادي حق رمضان، وبس هاخذ من هنا افكار وحشوف ايش اسوي فطور وارجع لكم. طيب يا حلوين خلاص قررت اني اسوي شربة عدس وحسوي فرمازو، هذا اللي خلاص اخر شيء قررته، يمكن ازيد حاجة ما ازيد حاجة ما اعرف، والعدس حسويه باسهل طريقة. طبعا شربة العدس لها اكثر من طريقة وطرق مرة كثيرة، فعشان لا تكتبوا لي انه لا مو هذه الطريقه مو كذا ومدري، هسوي بالطريقه السهله تمام. حطيت هنا زيت وبصل وحقلبهم لحد ما يدبل البصل معايا. طيب تقريبا زي كده خلاص دبل معانا البصل، هحط ملعقه او نص ملعقه من الثوم المطحون تمام واقلب. لما نوصل لهذا اللون تقريبا خلاص اندمج الثوم مع البصل، دبل الثوم والبصل، هنبدأ نضيف بطاطس مقطعة زي كده، هحطها فوقها واقلب، وبعدها هنضيف كمان جزر مقطع نفس الشيء كده وبرضو اقلب. وعندي هنا عدس غسلته مرة مظبوط، حضيفه فوق المكونات يعني، ونقلب. طب حاليا بعد ما تأكدنا ان البطاطس والجزر والعدس اتشرب البصل والثوم اللي حمصناهم في البداية، ابدأ اضيف الموية عليهم. واغطيهم لحد ما يستوي تماما. طيب على ما تستوي الشوربه هنبدا نسوي العجينه حقت الفرموزه، اللي هحتاجه فنجان سكر وهحتاج فنجان شاهي زيت، اي نوع زيت نباتي عندكم، رشة ملح، ملعقتين خميرة، واحد اثنين، وحنضيف عليهم كوب حليب دافي يعني ما يكون بارد، وفي نفس كاسة الحليب حنضيف موية دافية بهذا المقدار، ما اعرف هذا نص او ربع، المهم انه هذا المقدار، وحنضيفه عليهم وحنقلب المكونات بالمضرب حق الحليب، قلبوها مرة كويس لحد ما تندمج كلها مع بعض، تكون بهذا الشكل، حنخليها كده على جنب زي ما هي لمدة 10 دقائق. طيب بنات توصل لهذا القوام تقريبا، شايفين فيها زي الفقاعات او حاجة زي كده طلعت عليها، خلاص هنبدأ نضيف الدقيق. مو لازم 10 دقائق، انا اول قلت لكم 10 دقائق، مو لازم 10 دقائق، اهم شيء تطلع هذه الفقاعات خلاص، حتى لو كان يعني الوقت اقل وطلعت عادي. هنحط اول شيء ملعقه بيكنج باودر تمام اللي هو هذا،
وبعدين حنضيف 3 كاسات دقيق من هذه الدقيق. هذا واحد وهذا اثنين وهذا الثالث، تمام؟ وبعدين تعجنوها لحد ما كلها تتماسك مع بعض. حابين تعجنوها في العجانة عادي، حابين تعجنوها في يدكم عادي. الشربة خلاص طفيت عليها، تمام؟ طبعا وانا اعجن احتجت شوية دقيق، فاضفت عادي لو احتجتي فوق 3 كاسات دقيق عادي ضيفي لحد ما تتماسك معاك العجينة زي كده، تمام؟ وخلاص وححط عليها قصدير، وبعدين هحط عليها منشفة وحخليهم في مكان دافي نص ساعة لساعة. بعد ما تتخمر حارجع لكم. طيب لحد ما تخمر العجينة حنجهز الحشوة. هنا حطيت مفروم دجاج، وممكن عادي تستخدم مفروم لحم بس أنا عشان ما عندي فحطيت مفروم دجاج، وبصل وشوية ثوم، وحنضيف عليهم بهارات. نضيف شوية ملح، كمون، فلفل أسود. بس هذا اللي هحتاج لحشوة الفرموزة، وحبدأ أقلب المكونات مع بعض. هذا القوام المطلوب للشربة. دقيقة حوريكم تكون زي كده. خلاص حأشيلها وأخلطها في الخلاط، وبعدين حرجعها في نفس القدر. خلاص شوفوا خلطتها كلها في الخلاط، بسم الله إن شاء الله ما تتكب علي. طيب بعد ما شغلت عليها حبدأ أحط عليها البهارات. حط شوية كزبرة وشوية بابريكا وكمون، طبعا مهم الكمون مع العدس، فلفل اسود كمان شوية، واخر شيء واهم شيء الملح. خلاص هقلب واستنى لحد ما تغلي الشربة كده تكون جاهزة. الله شوفوا امس اشتريتها، مرة تجنن. شوف الرسمات اللي عليها احلى من حقتي صراحة. الاولى طلبتها من شي ان وخلاص اتقطعت، لانه معايا ما شاء الله من العام ودايما اشتغل عليها. بس هذه مرة لونها كيوت وشكلها كيوت، مرة عجبتني. طيب هنبدأ بالفرموزة. هذه العجينة طيب هسويها كور تقريبا بهذا الحجم واحطها. طيب هسوي معاكم واحدة عشان تشوفوا الطريقة. هنحطها كده بعدين نفردها. شايفين تقريبا بهذا الحجم. بعدين اخذ من الحشوة واحط في النص كده شوية، وابدأ اقفلها. دقيقة حوريكم هقفلها كيف، كده وبعدين كده وبعدين الاطراف هتسكها كده وكده. طبعا لما نقلبها هتطلع بهذا الشكل. هذا مو مره مزبوط عشان بيد واحده سويتها عشان اشرح لكم. هسوي الكميه كامله وبعدين ارجع لكم. يلا احنا حيعلمنا حركه جديده. فرموزه طبيعي وهي فرموزه. ايش هذا؟ فرموزه. هذه منتو. يغمس. ايش سويت؟ فرموزه. اصبر اوريك. شوفوا حقاتي كيف، شوفوا حقته دحين حقته الثانية. والله مو حلوة. خلاص بدك خلينا نسوي. شوفوا هذه فرموزة بسرعة على السريع سويتها عشان كل واحدة حجم، بس المهم انهم نفس الشكل. شو اسمه هحطهم على طول في الفرن، ما هحط عليهم ولا حاجة ولا سمسم ولا فلفل اسود قصدي، ولا حبة سوداء ولا سمسم ولا اي حاجة، لانه دحمي ما يحبها كده. فححطها دحين على طول في الفرن. طبعا لو حطيت عليها حبة سوداء وسمسم كان يطلع شوية شكلها تحميرها افضل يعني، وكمان يطلع شكلها ارتب. المهم في ملاحظة لاحظتها، شفتوا حجم الكورة اللي وريتكم هي لما كنت افريد العجينة، حطوا اقل خلوها اصغر، لانه مرة جات فرموزة كبيرة احس يعني زي حجم هذه اللي هنا احس مرة كويس، اما هذول جو شوية اكبر فخذوا حجم كورة اصغر. سويت هنا الحلى حق البوف باستري اللي بالجبنة الكيري والقرفة. حطيت قسمت البوف باستري كده بالنص بالطول، بعدين حطيت جوتها جبنة كيري وقرفة، وبعدين لفيتها زي الرول وحطيتها هنا. ما أعرف هي الطريقة هذه الصحيحة ولا لا، ما أدري. هحطهم في الفرن وبعدين هحط عليهم حليب مكثف محلى.
شوف طلعتها من الفرن وحطيتها في صينية صغيرة، حط عليها حليب مكثف محلى او حليب جاموز زي ما تحبوا تسموه، احطه كده كأني كثرت صح. خلاص كفاية وخلاص، حطلها معاي على القهوة شوية. شوفوا الفرموز الحلو الطعمة. خلاص هذه الفرموز حقتنا، والشوربة جالسة اسخنها بس شوية بعدين غرفها. هنا كمان سويت سلطة حارة مع الفرموزة. تستمر لنا الحياة بكل ما فيها، وكأنه درس يردد كيف نحياها ونحييها. شوفوا جبت قهوتي هنا عشان ايش؟ عشان بتقهوى بسرعة وتفرج حلقة اطمئن قلبي الحلقة الثامنة. دهمي اخذ قهوتي وراح الدوام، ما اكل ولا نقطة من الحلا عشان اعرف انه في قرفة بطل. المهم حاشرب القهوة وبعدين حابدأ الوقت كله حجلس اذاكر اللاتين، يعني بعد القهوة ما حتشوفوني الين السحور ان شاء الله. حصور لكم السحور اليوم، ماني عارفة ايش حسوي، وان شاء الله باذن الله لما اجي اسوي السحور حصور لكم. اول الناس تحتاج خبز طيب تعال يا سلام، انا سألت سؤال، كل الناس الصبح ياكلون خبز؟ طيب الحين من عندنا وخبز صح؟ زين انا حطيت هدية. تقييمي للحلا مو مرة عجبني، لأنه لو بالعجينة أحس لو سويته بعجين حيجي مرة ألذ. البوف باستري ما عجبتني صراحة، وهي حالي أول مرة آكل بوف باستري يعني بحلا، أحس لو أسويها بعجينة وأحط فيها كيري وقرفة حتطلع مرة ألد، حتطلع نفس طعم خلية النحل. فخلاص والله صراحة ما حاكله، ما عجبني أبدا. دوبي رحت بندا جبت الأغراض الناقصة، بندا أقرب حاجة لبيتي يعني أقرب سوبر ماركت لبيتي، فرحت جبت الأغراض الناقصة. كل سنة قبل رمضان أكتب كل الطبخات اللي حطبخها في رمضان من أول يوم لحد آخر يوم، هذه السنة للأسف ما قدرت إنه أكتب، فعشان كده أحس نفسي ملخبطة. يعني دايما كل سنة ما أضطر إنه أروح كل شوية أشتري إلا إذا حاجة حاجتين، هذه السنة كل بعد فترة أروح سوبر ماركت وتنقص علي أغراض، فهمتوا؟ وكمان أصحى الصباح ما أعرف إيش أطبخ اليوم اللي بعده، فأحس إنه هذا الشهر مرة حوسة ملخبطة كده، حاسة إنه مو زي كل سنة. وهذه لاتين لقيتها في السوبر ماركت، تفتكروها هذه كمان اشتريتها العام وقبل العام على ما أتوقع. هذه كمان من الأشياء اللي مرة ممتعة اللي سووها كيندر كل سنة للأطفال، تلاقوها في أي سوبر ماركت، خاصة الحين صارت متوفرة في كل السوبر ماركتات. بس اللي عليكم تبدأوا تفتحوا الأبواب من واحد، يعني مثلا اليوم واحد تفتحوا الباب رقم واحد، بكرة اثنين تفتحوا رقم اثنين، وهكذا لحد ما تخلصوها. بس عيبها إنه ما في جوات الأدراج إلا منتجات كيندر فقط، يعني ما في حاجة. شوية حنفتح رقم واحد وحوريكم بس منتجات كيندر، ما تطلع لهم أشياء كثيرة، فما يتحمسوا مرة زي اللي حاليا سويتها لهم، أفضل مرة بكثير. حاولت إنه أخلي فيها ألعاب، وبرضو كمان فيها جانب اجتماعي، فيها جانب ديني، حاولت إنه على قد ما أقدر أنوع فيها. هذه ما فيها صراحة إلا حلويات وأشياء لكيندر بس. طيب حاليا حرتب الأغراض في أماكنها وأجهز السحور. طيب حنبدأ نسوي السحور مع بعض. اليوم قررت انه اسوي ملوخية، الملوخية اللي هي الملوخية الجاهزة المجمدة، لانه ما عندي ملوخية فريش. تمام، وهذا اللي قدامكم هي المقادير اللي حنحتاجها. حنحتاج بصل وطماطم، ماجي وفلفل حار وملح وثوم، والبهارات كمون وكزبرة، مو لازم فلفل اسود، وصدور دجاج او دجاج بالعظم زي ما انتم حابين، والملوخية وزيت.
تمام؟ الماجي تقدر تستغنوا عنه لو حابين، يعني لو مو حابين ان تضيفوا ماجي عادي. طيب خلاص تقريبا سخن الزيت. طيب لما يسخن الزيت حنضيف البصل. حنقلب البصل لحد ما يدبل معانا، عادي لا تستعجلوا عليه. طيب تقريبا هذا الدبول اللي ابغاه، لحد ما يوصل لهذه المرحلة هنبدأ ننزل عليه صدور الدجاج. شوف صدور الدجاج مقطعتهم مكعبات، حنبدأ نضيفهم على الملوخية. نقلب. طبعا عشان الترايبود حقي مكسور فما اقدر انه مرة انزل الكاميرا على تحت، حطيت فان شاء الله انه يكون واضح. حقرب الكاميرا ان شاء الله انه يكون واضح. حنقلب الدجاج مع البصل لحد ما يصير كله لونه ابيض. طيب شوفوا كيف كل مكعبات الدجاج خلاص صار لونها ابيض. حنبدأ نضيف عليها مكعب الماجي والملح. طيب بعدين حنضيف عليهم مكعبات طماطم مقطعة صغيرة، حنضيفها فوق الخليط. حنفضل نقلب في الطماطم لحد ما تذوب كاملة. طيب شوف كيف تقريبا ذابت كل الطماطم، تمام؟ هنبدأ نضيف عليها الموية. ما حكتر الموية، موية مرة شوية. حزيد الموية كمان شوية دقايق. وحضيف الحبة الفلفلة، حضيفها معاهم وحسيبهم شوية لحد ما يستوي الدجاج. طيب تقريبا كده استوى كل الدجاج. حنش حنسوي، حنضيف الملوخية. الملوخية حطيت كيستين، يعني من هذه من هذه استخدمت اثنين لانه شفت الدجاج والمرقة مرة كثيرة فاستخدمت كيستين. بسم الله هنبدأ ننزلها كده ونقلب. طيب حسيبها على النار وحروح اسوي التقلية. طيب للتقلية حنسخن زيت، شوية زيت. بعد ما سخن معانا الزيت حنضيف الثوم تقريبا ملعقة كبيرة ونقلب. بعدها حنبدأ نضيف البهارات اللي هم كزبرة والكمون نفتفة فلفل أسود. خلاص كده حنبدأ نحط التقلية على الملوخية حقتنا. خلاص كده الملوخية تكون جاهزة. يلا اليوم حنشوف ايش حيطلع لنا داخل الادراج. مين اللي حيفتح؟ انا. يلا يا ريتين. يلا حط الورقة هنا. دقيقة. شوف ايش طلع لنا. نقرأ قصة. قرأ لكم قصة. وجاء دور نحكي لتين وحمود قصة اليوم. يلا حاقول لكم قصة واللي حيعرفها هو الفائز، تمام؟ يلا ححكي القصة وشوفوا مين اللي حيعرفها فيكم. كان يا ما كان في قديم الزمان كان في ولد ما يسمع الكلام اسمه عمار. عمار شو كنت ضحكوا؟ خلاص حنغير الاسم. يلا كان يا ما كان في قديم الزمان كان في ولد اسمه يوسف. كان يوسف ولد ما يسمع الكلام ابدا ودائما ولد كذاب، تمام؟ وكان عنده خراف يرعى الخراف يعني، تمام؟ طيب ففي يوم من الايام راح عند الناس اللي بيعوا في السوق وجلس يقول لهم الحقوني الذئب حياكل الخراف حقاني. فقام الناس راحوا يجروا ولقوا ايش؟ لقوا كذاب. فرجع مره ثانيه عاد نفس الحركه، رجع لهم في السوق وقال لهم الحقوني الناس الذئب حياكلني. فقاموا رجعوا الناس يجروا وراحوا بحابين يساعدوه، لقوا كمان ايش؟
كذاب 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 ايوه كداب. بعدين اخر مره راح هو جالس يلعب مع الخراف حقونه، جاله الذئب من جد الحقيقي وجاب ياكل الخراف حقونه من جد، فجلس يصرخ يا ناس ساعدوني الذئب حياكل الخراف حقوني، والناس كلهم في السوق جالسين يقولوا هذا دائما يسوي كذا كذاب ما حنسمع كلامه، وجلس يصرخ هو من جد جاله الذئب، جالس يصرخ من جد يقول لا الحقوني الحقوني، والناس ما سمعوا الكلام. بعدين لما راحوا له الناس لقوا ايش، الذئب اكل كل الخراف حقونه، فقاموا قالوا له يا ايه كذاب يا كذاب. ايوه ايش اسم القصة؟ يا شهاب يا كذاب يا شهاب يا كذاب يا كذاب، يعني معناته انا قلت لكم اسم القصة يا كذاب انا قلت لكم اسم القصة كلكم خسرانين. يلا مع السلامة.